كابتن عامر، لمساء الخير ولادي وبناتي طلاب سنة تانية ثانوي. معادنا النهاردة مع المحاضرة رقم فومف خمسة، وهنبدأ النهاردة الوحدة التانية في المنهج، وحدة الفرايت سايت، وقت الفراغ. فرايت سايت يعني وقت الفراغ، وده درس ستة. وهنبدأ النهاردة أول حاجة في درس ستة، هناخد ثلاث دروس جراماتيك مهمين جدا. يلا بسرعة يا حبيبي، روح افتح لي الملزمة صفحة 35، فنجان الشاي بتاعك، فنجان القهوة الجميل، كشكول الألماني جنبك، الملزمة جنبك، ونفتح مع بعض صفحة فومف اند غايتسيش صفحة 35. أول حاجة، أنا اديتكم في أول حصص اشتغلت فيها درس تصريف الأفعال، اديتكم شوية قاعدة تصريف الأفعال، لكن ما لميناش كل أفعال اللغة الألمانية اللي موجودة عندنا كلها في سنة تانية. هنلمها كلها النهاردة في جدول واحد. بدأنا بأول فيرب، هو فيرب كومن، رصيت الضمائر زي ما احنا متعلمين، ايش انا، دو انت، ار واس وزي او اي حاجة في المفرد، ايا انتم، فير وزي وزي بتوع اليوم. ليه حضرتك زودت هنا فيا؟ عايز اعلمكم دايما ان فيا اللي معناها من للعاقل بتيجي تتصرف مع الفيرب مفرد، يعني لما تشوفها تحط تي للفيرب، يعني اقول فيا كومت مش كومن، فيا است مش زنت. والنهارده هنفهمها بالتفصيل، بس الاول نمسك. يلا نراجع القديم. اول ما اجي اصرف فيرب كومن هعمل ايه؟ هشيل منه الاي ان، هيبقى اسمه كوم. هروح مع عيش واديله ايه كومي، هروح مع دو اديله اس تي كومست، هروح مع اير واس وزي واديله تي كومت، هروح مع اير واديله تي كومت، هروح عند فير وزي وزي واديله اي ان تبقى كومن. يبقى اول حاجه النهارده عملتها، رجعنا ازاي بنصرف الافعال في الالماني. واحد، بنشيل من الفيرب الاي ان ونروح مع ايش نديله ايه، مع دو بنديله اس تي، مع اير واس وزي بنديله تي، مع اير بنديله تي، ومع فير وزي وزي بنديله اي ان. طيب عايزين حضرتك يا ريت تصرف لنا فيرب زي فيرب اربايت، عايزينك تصرف لنا فيرب زي هايس، فيرب زي فاغن، اين لادن، ليزن، زين، سبريشن، اسن، فاجسن، جيبن، تغفن، هيلفن، نيمن، فيسن، هابن، زاين. معلش يا جماعة، أنا مش هقدر أصرف أي فيرب النهاردة إلا لما توقفوا الفيديو ده وتقوموا تحفظوا لي الأفعال دي ورقة وقلم بمعناها إيه بالعربي. في ناس كتير ما مش عارفة معاني الأفعال دي، هتكتب جملة إزاي؟ لازم تبقى عارف الفيرب بمعناه بالعربي، عارف إن كومن يأتي، أبايتن يعمل، هايسن يدعى، فاغن يسافر، دي أول حاجة عندي. طيب أول حاجة، بصوا الحركة اللي عاملها دلوقتي دي وأنا بصرف. إيه ده؟ مش أنت لما بتيجي تصرف أي فيرب مع إيش بتديله إيه؟ 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 ما عدا فيسن يبقى فايس. تمام كده؟ تمام يا هرب، بس كده. يعني إيه يا هرب؟ يعني كل الافعال لما تيجي تصرفها مع ايش بتاخد ايه؟ عادي جدا. بص، ايش كومه، ابايته، هايسه، فاغه، لاده، ليزه، زيهش، برشه، اسه، فاجسه، جيبه، غفه، هلفه، نيمه، هابه. ما عدا نيمن، ما عدا اسف فيسن يبقى فايس. ايش فايس؟ ايه اللي حصل؟ الاي بقت اي اي والاس اس بقت اس ست، بقى ايش فايس. انا اعرف ايش فايس، انا اعرف. بسالك فوفونت ريناتا، هي ريناتا صاحبتك ساكنه فين؟ تقولي ايش فايس نيشت، معرفش. ايش فايس نيشت، معرفش. طيب تعالوا بقى بسرعه، ممكن تقولوا لي لو انا جبت كل الافعال دي عشان اصرفها مع اير انتم هعمل ايه؟ هحط لها تي، ابايتت، هايست، فات، لادت. هنا ليه يا اير بنحط اي تي؟ لان الافعال المنتهيه دايما بتي ودي بنحط لها اي تي، وده قلنا قبل كده في الشرح. ليست، زيت، سبريشت، است، فاجست، جابت، هلفت، الى اخره. بص بص كلهم عادي، وكل الافعال مع فير وزي وزي خدت اي ان. اذا يا جميل، ما تشغلش بالك بايش، لان كلهم خدوا ايه، ما تقعدش بتحفظها انت عارفها ايه الا بس فايس. ما تشغلش بالك بإير أنتم، كلهم خدوا تي، ما تشغلش بالك. ما عدا دي خدت إي تي ودي خدت إي تي. ما تشغلش بالك بفير وزي وزي لأن كلهم خدوا إي إن. فتخلي لي مخك وتركيزك كله مع دو أنت وإير وإس وزي. واحد، إيه اللي هيحصل في فيرب أربايتن؟ بص كده إيه اللي حصل؟ أبايتست،
arbeitet. ليه؟ في قاعدة عندنا بتقول إن أي فعل في الألماني صح اديتها لكم قبل كده آخره تي أو دي وأنت بتصرفه مع دو إر وإس وزي حط إيه زيادة يبقى إس تي وإيه تي تبقى arbeitest arbeitet. طب تعالى بص كده إيه اللي يحصل في هايسن هايست وين هايست؟ إيه اللي حصل؟ مع دو ما خدش إس تي خد تي بس وقلتها لكم ورجعها تاني ان اي فعل بعد حذف الاي ان اخره اس زي هايسن غايزن بوكسن زيتسن تانسن يعني الافعال اخرها اس اس ست ست لما اجي مع دو اديها تي بس ليه هو اخره اس اديله اس تاني ليه مش الاس ست دي كانها دوبل اس اروح انا حاطط اس تانيه لا وهنا اصلا بياخد تي طب بص على فاغن ها فاغن ايه اللي حصل خد املاوت على حرف الار فاغن خد املاوت على حرف الار لادن خد املاوت على حرف الار لادن خد املاوت على حرف الار ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده في افعال لما تيجي تتصرف مع دو ار واس وزي بس ما قلتش كل الضمائر مع دو ار واس وزي هتاخد املاوت على حرف الار يلا انطقوا معايا دو فيرست فيرست فات فات ليدست ليدست ليت ليت كده انطقوا كده ليت كده يبقى فعل فارن اللي معناه يسافر واين لادن اللي معناه يعزم لما نيجي نصرفهم مع دو اير واس وزي هنحط املاوت على حرف الا طب مين الافعال اللي هتاخد املاوت مع حرف الا تاني يلا يلا بص في الملزمه كده تحت الجدول هتلاقيني كاتبهم لك عائله فاغن اللي بتاخد املاوت مين هم بقى فاغن يسافر لادن يعزم شلافين ينام فاشن يغسل فانجن جفالن بياخدوا املاوت طب يا هير بصوا ايه اللي هيجرى في ليزن بصوا 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 ليست ليست زيست زيت ايه اللي حصل شلنا الاي وبدلناها باي اي انجلش بص اي اي ليست ليست زيست زيت 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 يعني كل الاتش كده في النص ها ليست ليست زيت زيست زيست زيت شكرا ايه اللي حصل شلنا الاي بدلناها باي اي يبقى لزن وزين هنشيل الاي نبدلها باي اي تمام بص ايه اللي هيجرى دلوقتي في شبرشن واسن وفجسن وجيبن وتغفن وهلفن بص اللي هيجرى فيهم كلهم بص 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 ايه ده ايه ده ايه اللي حصل ده شلنا حرف الاي بدلناه باي اي اي انجلش انجلش لا اي دويتش اي دويتش اي اي دويتش اي اي هاي بص 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 شبريشست ايست فاجيست جيبست تغيفست هيلفست ها شبرشت ايست فاجيست جبت تغيفت هلفت يبقى ايه اللي بيحصل في شبرشن يتحدث واسن ياكل وفي جسن ينسى وجبن يعطي وتغفن يابر وهلفن ايه اللي بيحصل في الخمسه سته دول؟ ايه اللي بيجرى فيهم؟ حرف الاي بيتحول لاي مع دوير وسوزي طب نرجع تاني؟ نرجع تاني يبقى اذا فاغن ولادن بياخدوا املاوت فاغن ولادن املاوت فاين ولادن املاو لزن وزين اي اي لزن وزين اي اي طب اشبغشن واسن وفاجسن وجبن وتغفن وهلفن الاي تبقى ايه؟ تبقى اي تمام بصوا ايه اللي حصل في نيمن بقى نيمست ونيم فين الاتش الها راحت فين طارت بدلها اي الاي بدلها اي والاتش بدلها بقت نيمست 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 ان اي ام ام نيم نيم نيمست نيمت نيمست نيمت طب ايه اللي حصل في فيرب فيسن بقى فايست فايس 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 يعني الاي بقت اي اي بعد كده ست ست تي يبقى فايس تو فايس طيب هنا هاست وهات هاست وهات البي طار مشي طب وزاين شبين بيست معلش صغروا البي دي بيست است زاي زينت ها هنزله زي ما هو كده لا هنصرفه بين بيست است زاي زين نلمه تاني نلمه تاني فاغن ولادن املاوت على حرف الا مع دوير واس وزي لزن وزين لقيت باي شبغشن واسن وفاجسن وجبن وهلفن لقيت باي نيمن يبقى نيمست ونيم فيسن يبقى فايس تو فايس هابن يبقى هاست تو هات وزين بين بيست است زايد زيد هير احنا كده خلصنا كل الافعال الالماني طب تعالى كده نبص بصه صغيره على حاجه كده معينه نبص تحت الجدول ده كده هنلاقي القواعد كلها مرصوصة
بطريقه جميله جدا. تعالوا نقراها، تعالوا نقراها. بقول ان كل الافعال في اللغه الالمانيه بتتصرف زي كومن، يعني ايش؟ اي دو اس تي ار اس وزي تي اير تي فيروز يوزيان. الافعال اللي اخرها اكس واس واس تست وتست لما تيجي تصرفها مع دو تديها تي بس. مين هما؟ ها هايسن غايزن بوكسن زيتسن تانسن. لما تيجي تصرفهم مع دو تديهم تي مش اس تي. طيب الافعال اللي اخرها تي ودي وان هتيجي مع دو تاخد اس تي، وهتيجي مع ار اس وزي تاخد اي تي، زي ارابايتن انتفوتن فيندن كاستن ريجنن بيلدن. الافعال اللي بيتحول حرف الاي يبقى ايل، اي تبقى اي، يعني شبغشن اسن فاجسن تغفن هلفن جيبن. الافعال اللي هتاخد املاوت زي فاغن فاغن وشلافن وجفالن ولاوفن وفاشن وانفانج. انا عايز الصفحة دي تتحفظ زي اسمك. اللي هيحفظ كل الافعال بتتصرف ازاي في اللغه الالمانيه يعرف يكتب جمل الماني، هيطلع لي ثالثه ثانوي مستواه كويس. طيب التركه او الحاله اللي فيها مشكله في الدرس ده، بص يا سيدي، انا لو جيت في الامتحان قلت لك مثلا ايه، ايش انا اس ولا ايس ولا اس ولا اسن بيتزا، انا هاكل بيتزا، حضرتك على طول هتقول لي ايش اس. طب دو ايس ار اس وزي است اي فيرو زي اس، هتحل كويس جدا. لو جيت في الامتحان شلت لك ايش دي وحطيت مكانها فيا اللي معناها من للعاقل، قلت لك فيا اس ولا ايست ولا است ولا اسن بيتزا، مين اللي كل البيتزا؟ رد وقال له ريتا. والله لو جبنا لك السؤال ده في الامتحان هتتلخبط. ليه؟ طلبة كتير جدا ما تعرفش ان فيا اللي معناها من للعاقل لو جت في سؤال وما فيهوش اسم شخص ما فيهوش فاعل، يعني مين اللي كل البيتزا؟ فهنعوض بمفرد تبقى ايست. يعني قصدي من الاخر اللي هيلاقي فيا هيسرب بعدها الفعل مع ار واس وزي طالما الجملة ما فيهاش فاعل. تاني فعل معناها من للعاقل يأتي بعدها الفعل مصرف، مع اكتب في كشكول فعل معناها من للعاقل يأتي بعدها الفعل مصرف مع اير واس وزي، دي قاعدة عندنا في الألماني. الله، طب افترض في الامتحان ما جابش الفعل دي، امال جاب ايه؟ جاب مثلا احمد ومحمد وبترا، جاب مثلا فرا وريتا او هرع عبد المعز وما فيش بعدهم كومة، جاب مثلا كلمة من اللي معناها المرء، يعني مرء بني ادم انسان، جاب كلمة ديامان مثلا الرجل، داس كيند الطفل، دي فغاو السيدة، يعني جاب حاجة مفرد، جاب كلمة فاميليا اللي معناها الأسرة أو العيلة، جاب كلمة أليس اللي معناها كل شيء، جاب أين واحد كيلو، أين جرام، أين لتر، يعني جاب أين اللي معناها واحد، ما جابش تسباي اتنين يعني، جاب وجبة، يعني جاب وجبة زي بومس مثلا نتستيك نشمت مثلا زلات مثلا اكلة مع حاجة دي على بعضها كده اسمها وجبة. انت تعرف ان اللي انت قريتهم دول اسمهم في اللغة الالمانية عندنا اشكال المفرد. ايه اشكال المفرد دي؟ دي حاجات لو شفتها تصرف الفيرب بعدها زي رو السوزي. يعني لو انا جبت لك مثلا فيا تقولي كونت، فرا وريتا كونت، هرا عبد المعز كونت، طالما فيش كومة، من كونت، دي امان كونت، ماين فاميليا كونت، اين كيلو جرام ولتر مش عارف ايست. يبقى من الاخر اللي يشوف الاشكال دي اشكال المفرد. يبقى ما هي اشكال المفرد التي تعامل مثل اير واس وزي في التصريف بالظبط؟ يعني لو شفتهم كاني شفت اير واس وزي لما اجي اصرف الفيرب. واحد اسم لاي شخص، اتنين في اللي معناها من للعقل، تلاتة فرو هر من غير كومة، أربعة من اللي معناها المرء، خمسة أي كلمة أرتكلها دير أو داس أو دي، ستة فاميليا عيلة، سبعة أليس اللي معناها كلنا، تمانية أين اللي معناها واحد كيلو أو جرام أو لتر أو بفندلتر رطل، تسعة وجبة زي بومس مع الزلات شباكيتي مت زوس طماطم أي حاجة، أي وجبة كده، أي وجبة في طبق، ده مفرد. يبقى لو جاب لك أي حاجة دول في الامتحان تصرف بعدهم الفعل زي ار واس وزي، احفظهم بقى. طب يا هري ما جابليش دول، ما جاب ايه؟
يا ده جاب لي بومس بس لوحدها، يعني جاب لي البطاطس دي بس لوحدها مش في وجبه، يعني قال لي بومس ما قاليش بومس ميت ستيك مثلا، قال لي سباكيتي مكرونه سباكيتي، لا لوحدها تبقى جامع. يعني ايه جامع؟ يعني بعدها نجيب زينت، بعدها نجيب كاستن، بعدها نجيب جفالن، يعني من الاخر نصرف زي فير وزي وزي بالاي ان او نقول زينت. سؤالي بقى، ما هي اشكال الجمع، ما هي اشكال الجمع اللي لو شفتها اصرف زي فير وزي وزي بالاي ان؟ واحد بومس او شباكيتي، اتنين الترن الوالدين، تلاتة علي اللي معناها كلنا، خلي بالك علي دي كلنا، أليس دي كل شيء، خدتوا بالكم؟ أليس دي مفرد، أليس إيست إن أرنو، كل شيء تحت السيطرة، أليس إيست جود، كله على ما يرام، أليس إيست، لكن علي زيند، بصوا أليس، صلي بانك، أليس إيست كذا، لكن لو قلت علي زيند كذا، اهو الفرق بينهم، يبقى اليس ايست لكن اليس انت. اللي بعده يبقى اربعة علي، فونف خمسة لويت الناس، زيكس ستة فريان ايام العطلة، ايام العطلة، سبعة جيزفيستا اخواتي، تمانية اسمين احمد ومحمد ريتا ومونيكا، تسعة بلدين بالين وفرانكفورت الاقصر واسوان، زيكس ستة اسف عشرة ايش عند اي حد، انا واحمد، انا واحمد يبقى نحن، اسم عيله اخره اس، هوبرز مولارز بيترز زابستيانس، يعني ايه اسم عيله اخره اس، فيلا اللي معناها الكثير او رقم زي ما قلت، فيل لويت ناس كتير، فيل ميتشن بنات كتيره، او رقم بقى سفايد غاي فيها، يعني اقول لك مثلا سفاي كيلو 3 جرام 4 لتر، كل الحاجات دي في اللغه الالمانيه تعامل زي فيرو زي وزي اشكال الجمع. يعني لما يجي في الامتحان يقول لك بومس، هتقول كوستت ولا كوستن؟ كوستن. طب لو قال لك بومس ميت ستيك، لا 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 كوستت مفرد. طب الترني الوالدين زيند، على زيند، طب لويتا زيند، فريان بيجن، جيش فيستر كومن، احمد ومحمد فونن، بلدين ليجن، ايش اند مونيكا هايسن ليبل، اي حاجه، هو بارز كومن، وهكذا. انا عايز اشكال المفرد والجمع دي مش تتحفظ، تتبلع كده زي ما بيقولوا. اللي بعده تعالوا دلوقتي نعرف ايه الحاجات اللي هتيجي مع هابين وايه الحاجات اللي هتيجي مع زين في اللغه. يعني ايه؟ يعني انا بقول ايش هابي، انا املك، املك ايه؟ واحد افراد الاسره. Ich habe, أنا عندي مثلا einen Vater, Bruder, Sohn, Onkel, Opa, Großvater. عندي ich habe مثلا eine Mutter, عندي أم, Schwester, أخت, عندي تختر. يبقى haben يأتي مع أفراد الأسرة. أملك أفراد الأسرة. اثنين يأتي مع الأمراض. زي ما أقول لك كده إيه؟ Ich habe Kopfschmerzen, عندي صداع. Kopfschmerzen. Ich habe Fieber, عندي حمى. Ich habe Grippe, عندي إنفلونزا. Ich habe Covid, والعياذ بالله. اشياء تملك، ايش هاب اين اوت، عندي عربيه، ايش هاب اين فيلا، عندي فيلا، ايش هاب اين هاوس، عندي بيت، ايش هاب اين فونو، عندي شقه، ايش هاب مثلا اين فرويند، عندي صاحب، ايش هاب اين كاتسي، عندي قطه، ايش هاب اين هوند، عندي كلب، ايش هاب، واقول الحاجه اللي انا املكها. مدرسين المواد الدراسيه، انت ماشي في الهوف الفناء، يعني الحوش بتاع الشول المدرسه، فالديريكتوري المديره قابلتك وتقول لك خد تعالى هنا، مثلا فين هاس دو jetzt wen hast du in deutsch مين اللي بيديك الماني عندك ايه دلوقتي was hast du jetzt عندك ايه دلوقتي ايه الماده اللي عندك دلوقتي المواد الدراسيه والمدرسين تيجي مع هابن فاقول ich habe herrn عبد المعز ich habe frau هدى in deutsch مثلا wir haben deutsch عندنا deutsch عندنا english يبقى هابن هيجي مع المدرسين والمواد الدراسيه الان اللي حطيناها في هرن دي اسمها ان المفعول انا عندي هير عبد المعز فهير عبد المعز ده مفعول فبدل ما اقول هير اقول هير تاني تاني حاضر عندي كلمة هير اللي معناها السيد أو الأستاذ لما تيجي في حالة المفعول بنزود لها إن فأقول إيش هاب هيرن عبد المعز دي قاعدة عندنا يبقى إمتى كلمة هير تاخد إن لما تيجي في المفعول مثلا في هابن دويتش عندنا دويتش عندنا إنجلش طيب يبقى يأتي مع المدرسين ومواد دراسية يأتي مع هذه الكلمات بدون الأداة يعني بدون الأداة لو أنت بتكتب جملة وبتقول أنا معايا فلوس تقول إيش هاب الجلد ما تقولش داس جلد أو أين جلد إيش هاب جلد على طول كده
يعني ايه جلد دي فلوس مش ليها اداء؟ ما تذكرش بقى بالاداء مع هابن، هي بيقولوها الالمان كده، ايش هابي جل ايش هابي تسايت، من غير الاداء، ايش هابي جلوك ايش هابي بيش ايش هابي هونجا ايش هابي دوست ايش هابي لايدن شافت، عندي شغف، ايش هابي ستريس، ده انا مضغوط، ايش هابي ارباعت، عندي شغل، وهكذا. يبقى هذه الاشياء تاتي مع هابن. يبقى هابن ياتي مع خمس اشياء: واحد العائله، اثنين الامراض، ثلاثه اشياء تملك، اربعه المدرسين والدراسيه، خمسه هذه الكلمات. احفظ اللي بيجي مع هابن. طب يا هر لو سمحت، ايه اللي بيجي مع زاين؟ يا وعدي على زاين بقى وجمال زاين. بص يا معلم، زاين هيجي مع صفات زي ما اقول شبين فلايسش، انا مجتهد، شبين جود، انا تعبان، شبين كرانك، انا عيان، شبين فاول، انا كسلان. يجي مع المكان، شبين الالكس، انا في اسكندريه، او اسمك شبين تيمو، او حالتك الاجتماعيه، شبين ليديش، انا اعزب، جشيد مطلق، صح، فهيغاطت متجوز. ويجي ساعات مع الساعه زي ما خدنا في الدرس اللي فات اسست اخطوها. تعالوا دلوقتي نحل 10 جمل على درس تصريف الافعال. نبدا عايز اصرف فيرب ليزن مع اير انتومي، بقى احط له تي واسيبه زي ما هو يبقى لست. عايز اصرف فيرب فاغل مع الترني الوالدين، والوالدين جمع تبقى فاغل. عايز اصرف فيرب شلافن اللي هو مع فاغن ولادن وجفالن، بياخد املاوت مع داس كيند. كيند اداته داس، وداس يتعوض عنها باس. روح بقى شوف لتصريف شلافن وفاغن ولادن مع ار واس وزي، هتلاقيه بياخد املاوت، فيبقى شلفت بالاملاوت. طيب تعالى صرف لي فيرب تريفن مع جيشفستر اخواتك الجمع. طبعا عندي في الالمانيه دايما انا ولا ببص للملكيه في التصريف، انا ببص دايما للي بعدها. جيشفستر دول اخواتي، واخواتي جمعي، وتغفن بالاي ان. اير انتم صرف معاها تغفن، يبقى تغفت. ده عن تسوق البدله، والبدله هنا هي الفاعل، لان البدله عجبتني انا، فالبدله هي الفاعل. البدله هي الفاعل. عندنا فيرب جيفالن ده في اللغه الالمانيه، كنت هقولكوا اعيدها تاني، فيرب جيفالن اللي معناه يعجب بيه، الفاعل بتاعه هو الشيء الغير عاقل مش العاقل، فالبدله هي الفاعل، فبقول البدله عجبتني. روح صرف لي جيفالن بقى مع دير عن تسوق، اي حاجه اداتها دير نعوض عنها بار، وار تبقى جيفلت بالاوملاوت، وارجع هتلاقي جفالن وشلافن وفارن ولادن. الافعال دي لما بنيجي نصرفها مع ار واس وزين نحط لها املاوت. اللي بعده، انت وليزا، عود نفسك، اعيدها تاني، قلتها واعيدها المليون مره، ايش بلس اي ضمير او اسم بنعمل فير اللي معناها نحن، اللي بتاخد ايه ان في التصريف. دو بلس اي ضمير او اسم بنعمل اير اللي معناها انتم، بنحط تي. طب لو قلت ايش اند دو، انا وانت، هنبقى فير نحن، وهنحط اي ان. فانا لما اقول لك انت وليزا، انت وليزا تبقوا انتم، اير تاخد تي تبقى فات، اللي هي الاولى اللي من غير املاوت، مش هحط املاوت طبعا، الاملاوت بيظهر مع الويس وزي. صرف لي فيرب اسم مع هير كلاوس. هل هير كلاوس ده بعده كوما؟ لا خلاص، يبقى هو الهر، طالما ما فيش بعده كوما بعوض عنه بار اللي معناها هو. روح صرف لي فيرب اسم في الجدول مع ار كده، ها هتبقى ايست اللي بالاي، بص هتلاقيها كده عندك. اللي بعده، صرف لي فيرب اسم مع فاميليا، والفاميليا العيله مفرد، الفاميليا تعامل معامله المفرد. لو شفت كلمه فاميليا تعملها زي ار واس وزي. امتى الفاميليا جمع؟ لما تبقى فاميليا، لكن فاميليا دي مفرد، صرفها بقى مع اسم، يعني روح صرف مع ار واس وزي، هتطلع ايست برضو زي اللي فوق. سين 10 فير، ياتي بعدها الفعل مصرف مع ار واس وزي، تبقى زيت اللي بالاي. طب يا هنا انا حليت كده على تصريف الافعال، بس عايز اقول لك على حاجه. انت كنت بتحل عشان بتبص على الجدول بتاع التصريف وانا بحل معاك، لكن انت لو مش حافظ الجدول كويس صدقني مش هتعرف تحل. طب يا هب، احنا خلصنا الدرس الاولاني في الجراماتيك تصريف الافعال، وانا اوعدك ان احنا هنذاكره. تمام، تعالوا نخش على الدرس الثاني، الاكوزاتيف. تمام قوي، حلو قوي الكلام ده، وحاجه جميله ومشروح في الملزمه حلو، وبيقول لنا الاكوزاتيف دير تبقى دين، وكلام عظمه قوي، حاجه حلوه جدا، ونسال عنه فين وغير العاقل بفصل، وحاجات زي الفل. تمام، انا الكلام ده ما احبوش خالص، افتح لي الكشكول، لان ده درس رخم لازم يتشرح على السبوره. ركز معايا يا عم،
انا بقول مثلا ان الضياع هند الكلب است يكون نت ظريف. انا ببص على الكلب بتاع صاحبي فبقول ضياع هند الكلب ده است نت الكلب ده ظريف. بص بقى الجملة دي، ايش انا فين ده رأيي في الهند الكلب ده انه نت ظريف ونقطة. ركز في اللي اعمله دلوقتي. الجملة دي ظهر فيها فاعل ايش ده هي فاعل كويس كويس، انت عارفين ايش دي فاعل تمام، يعني ظهر في الجملة دي فاعل والفعل في الالماني، الفعل في الالماني حاجة من الاثنين، يا ضمير ايش دو ار اس زي ايا فيا زي زي يس احمد محمد علي ماين فاتر ابويا ده اس ماين موتر ماما دي اس، يبقى الفاعل في اللغة الالمانية ممكن يكون ضمير ممكن يكون اس تمام قوي. وفي فعل متعدي، يعني فعل متعدي انا رأيي في الكلب، يعني الفعل ده عايز مفعول، انا رأيي في الكلب مش انا الكلب صح كده ولا لا؟ يعني من الاخر انا رأيي في حاجة تانية، الحاجة اللي هتيجي هناك دي مفعول يعني الفعل ده عايز مفعول تمام، يبقى ده اسمه فعل متعدي. مثلا انا او احمد مثلا صاحبي احمد مخت بيعمل مثلا عصاب جابن الواجب، احمد ده فاعل والواجب مفعول يبقى ده فعل ايه؟ متعدي. مثلا هو صاحبي ده شغايبت بيكتب نقط ايميل، صاحبي بيكتب ايميل، صاحبي ده فاعل ويكتب ده فعل متعدي والايميل مفعول، ودايما اقول لو الفاعل مش هو المفعول يبقى الفعل ده متعدي. تاني لو الفعل اهو مش هو المفعول يبقى الفعل ده متعدي، وهندربك على اغلب الافعال المتعديه، لكن انا عندي في الاخر اوصل لحاجه، ان الجملة التي يظهر بها فاعل وفعل متعدي ومفعول، المفعول ده اداة ضياع، ضياع مش ده سويدي الشرط ضياع دير، يعني الجملة التي يظهر بها فاعل وفعل متعدي ومفعول اداة ضياع، حول دير دي وخليها دين في حالة المفعول، خليها اينن في حالة المفعول، خليها كاينن في حالة المفعول، خليها ماينن في حالة المفعول، خليها داينن في حالة المفعول، خليها ايرن في حالة المفعول، من الاخر ادي كل الادوات اي ان. والله العيد الجملة التي يظهر بها فاعل امين قوي وفعل متعدي عظيم قوي ومفعول، المفعول ده اداته دير، هحاول دير تبقى دين اينن كاينن ماينن داينن، يعني هختار اللي فيها اي ان. حلوة قوي، تعال اظبط لك الاداء اكتر كده، انت كتبت الجمله الاولى، تعال نكتب الجمله الثانيه. يلا هكتب جمله واشوف نسب الذكاء، ادي جمله ادي اتنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمس جمل، وتعال شوف انتوا هتحلوهم ازاي. يلا نبدا، يلا نبدا. بقول ريتا اهي فاعل، اهي ريتا اهي فاعل، هبط عندها تمام قوي، نقط برودر اخ تمام، حاجه زي الفل، عندها اخ حلو. هل هذه الجمله ظهر فيها فاعل؟ ريتا فاعل تمام. هل هذه الجمله ظهر فيها مفعول وهذا المفعول اداه دير؟ ظهر مفعول والمفعول ده اداه دير، عظيم قوي. والجملة التي يظهر بها فاعل ومفعول، المفعول ده أداة دير والفعل طبعا متعدي، ماشي ريتا مش أخوها، هحاول دير تبقى دين أينن كاينن ماينن داينن زاينن تمام. يلا جملة تانية، مثلا ماين فاتا بابا است هياكل نقط، وهجيب مثلا فش سمكة
فيش سمكة دهيت أداتها إيه؟ السمكة أداتها دير على فكرة في الألماني، والسلطة أداتها دير بتاعت سنة أولى سنة وحافظينها في أول السنة. فيش سمكة أداتها دير، جميل قوي. يلا قول لي القاعدة، الجملة التي يظهر بها فاعل ومفعول، المفعول ده أداته دير، دير دي لما تنزل هنا هتبقى إيه؟ هتبقى دين، عينن، كاينن، ماينن، داينن، زاينن إلى آخره. تمام؟ تمام. طيب جملة تانية، يمكنه في السينما جبت اس يوجد نقط فيلم مثلا 100 يعني ليه هنيدي، في السينما في فيلم الهنيدي. حلو قوي. تمام. يمكنه في السينما جبت اس فيلم 100 هنيدي او فون هنيدي يعني فيلم الهنيدي. حلو قوي. تعالى، هل في الجملة فاعل؟ اس مش ضمير ده ولا مش ضمير؟ وجبت، اس جبت ده اللي معناه يوجد، من اشهر افعال الاكوزاتيف. طب يبقى اذا الجملة اكوزاتيف، طب فيلم اداته ايه؟ ديا، ديا تبقى ايه؟ دين، اينن، كاينن، ماينن، داينن الى اخره. طب يا جماعة انا لقيتكم ناس حلوة فقلت اغفلكم، يلا. مثلا فيا مين؟ مثلا كاوفت هيشتري نقط مثلا بال الكورة، مين هيشتري الكورة؟ ردوا قالوا له فير، احنا كلنا هنشتري الكورة. السؤال الأول، هل الجملة دي فيها فاعل؟ سامعك يا كلاون، واحد بيقول لي ما فيهاش فاعل، لا فيها. شايفين فير اللي معناها من للعاقل دي؟ مش فير دي معناها من للعاقل؟ أكيد هنرد على شخص هو اللي اشترى الحاجة، يبقى الجملة فيها فاعل. إيه؟ والله. ازاي يعني هي؟ ما فير في الالماني تحل محل الفاعل. ايه ده والله؟ اكتب. والله العظيم بس نسيت اقول لك ان فير تحل، فير اللي معناها من للعاقل تحل محل الفاعل، معنى ان الجمله فيها فاعل. مش هيتجاوب بفعل؟ يبقى الجمله فيها فاعل. مين اللي هيشتري الكوره؟ طب الكوره دي اداتها ايه؟ اداتها دي. يبقى الجمله ظهر فيها فاعل وفعل متعدي، وبال كوره اداتها دي، تبقى دين او اينن او كاينن او ماينن الى اخره بقى من الامثله. طب انا هرزع مثال دلوقتي واشوف نسب الذكاء. دي جمله رقم كام يا اولاد؟ فير؟ فوم في 5. مثلا عايز فاعل تاني، انا كتبت ريتا، كتبت اسم شخص، وكتبت ضمير، وكتبت كل حاجه، والله كويس. هقول مثلا فير، احنا هابن عندنا نقط، اوتو عربيه، اوتو عربيه. ها يلا، ايوه صح، الجملة التي يظهر بها فاعل، ممتاز. ها ومفعول، ها درت بعدين. خد تعالى تعالى، هي اوتو عربية دي اداتها ايه؟ اداتها داس. حلو. احنا عندنا بقى يا برنس داس ودي ودي ما بيتغيروش، بينزلوا زي ما هم. ايه ده؟ ما بيتغيروش، ما بيتغيروش. احنا في الاكوزاتيف في المفعول به ما بنغيرش غير درت بعدين، لكن داس يا تنزل داس، يا تنزل اين، يا تنزل كاين، يا تنزل ماين، يا تنزل داين، تنزل زي ما هي، زي ما خلقها ربنا، ما تتغيرش. يبقى داس هتفضل ايه؟ داس. طب يلا الجملة رقم 6، ريتا براوخت محتاجة نقط مثلا، عايز اي حاجة اداتها دي، تاشة شنطة، تاشة شنطة اداتها دي، محتاجة شنطة، شنطة اداتها دي. هل دي هتتغير ولا تنزل زي ما هي دي؟ هتنزل دي، هتنزل اينه، كاينه الى اخره. طيب هجيب حاجه جمع واقول فيا كلنا كاوفن هنشتري، كلنا هنشتري نقط تاشن. هي دي تاشن ولا تاشن؟ تاشن يعني جمع. طب ما الجمع اداته دي، طب دي هتتغير؟ لا يا هير، هتنزل زي نفسها دي او كاينه او ماينه، لكن مش هينفع نجيب لها نكره لان الجمع في الالماني ملوش نكره. ملخص اللي انا قلته، الجملة التي يظهر بها فاعل ومفعول اداته داع تحول الى دين او اينن او كاينن او ماينن او داينن او ايغن، والكلمة اللي اداتها داس او دي او دي هينزل جدولها زي ما هي، مش هيحصل اي تغيير، وده في حالة وجود فعل متعدي. ايه الافعال المتعدية؟ انا قلت لك اشهرهم وانا بشتغل النهاردة في الحصة. إذن ده اللي أنا كتبته. طيب هنسأل عن المفعول في الألماني بإيه؟ لو المفعول ده عاقل، عاقل زي مثلا بص المدرس،
بقول له ايه؟ مين اللي زارك انت؟ قال له المدرس زارني انا. فالمدرس مفعول، عرفت ان انه مفعول، ما يبقى الدين اهي، مش المدرس ده اداته دي، بقى الدين ده مفعول اسال عنه بفين. يبقى انا بسال عن المفعول العاقل بفين، بسال عن المفعول العاقل بفين، تمام؟ واسال عن غير العاقل زي السلطه بفص. يبقى المفعول العاقل يسال عنه بفين، وغير العاقل يسال عنه بفص. تمام يا هر؟ ممكن حضرتك تحل معانا تدريب؟ حاضر. الجملة التي يظهر بها فاعل زي سلمى وركزك معناها شنطة ظهر وأداتها دير، ها؟ الجملة التي يظهر بها فاعل ومفعول أداته دير تحول إلى دين، شاطر. الجملة اللي بعدها تيمو فاعل وقالت سوق بدلة وأداتها دير، ها؟ تبقى برضو دين. طب اللي بعد ألجا فاعل، تمام قوي. اسم الاكل اداة الاكل ايه؟ داس. لا داس ما بتتغيرش، تنزل زي ما هي داس. اللي بعده فغاو مها، ده فاعل. وهاوس ابايت عند تركيب كلمة من مقطعين، هنبص على المقطع التاني. اربايت عمل اداته دي، ودي هتفضل زي ما هي دي، احنا ما بنغيرش غير دير بس. حلو. زي فاعل وتكست يعني نص واداته دي، ودير هتتحول تبقى دين او اينن. ايما ده اسم شخص يعني في فاعل، وزلات سلطه اداتها دي، ودير هتتحول تبقى دين عشان في المفعول. ماما فاعل، كندر اطفال جمع اداتهم دي، ودي هتنزل زي ما هي دي مش هتتغير. فير فاعل، وأرلاوب أجازة أداتها دير، والجملة اللي فيها فاعل ومفعول أداته دير هتاخد إيه إن تبقى أينن. بغايت يعني واسع، بغايت يعني واسع. إيست نقط بلكونة تكون البلكونة ثانية، يعني من الآخر البلكونة واسعة. هل الجملة دي فيها فاعل ومفعول؟ طب نترجمها تاني؟ حاضر. بغايت يعني واسعة، إيست بلكون يعني البلكونة واسعة. هنا البلكونة دي فعل ولا مفعول؟ البلكونة تكون واسعة، يبقى البلكونة فعل. طيب لما هي فعل اغيرها ليه؟ ما اسيبها دير. ايوه كده. يبقى لو انا لقيت ان 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 البلكونة هنا فاعل، زي ما اقول لك بص الجملة دي، مثلا ديع ولا دين، هند الكلب، است يكون نت ظريف. مين الفاعل هنا في الجملة؟ الكلب، خلاص خليه دين، خليه ليه دين؟ أنا بخليه دين لما يبقى مفعول. اللي بعده المدرس فاعل وبيشرح للطلبة الزاتس الجملة، والجملة أداتها ديع، ودير في المفعول تبقى دين. طيب أنا كده خليتك تحل على الأكوزاتيف وبقيت شاطر في الأكوزاتيف. تعالوا النهاردة نخش على الدرس الأخير في جراماتيك. ايه الفرق بين يان اللي معناها نعم وناين اللي معناها لا، ودخ اللي معناها بلا، وناين اللي معناها لا؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين يان وناين ودخ؟ الاول نلعب على القديم اللي موجود في دماغك. لو انا بقول لحضرتك هاس دوت سايت، عندك وقت، وانت عندك وقت، هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا ايش هابت سايت. يبقى متى تستخدم يا؟ في الاثبات. يعني أنا لو عندي سؤال مثبت وإجابة مثبتة هقول يا. بيست دو أحمد، اسمك أحمد، يا إش بين أحمد. كومس دو أوس أليكس، أنت من اسكندرية، يا إش بين أوس أليكس، إلى آخره. طيب ألعب برضو على القديم اللي في دماغك، بقول لك إيه؟ هاس دوت سايت، عندك وقت؟ قلت لي لا والله إش هابي كاينت سايت، كاينت سايت، ما عنديش. ما إحنا عارفين الألماني بننفي دايما بنيشت وبننفي بكاين. لما تحب تنفي في اللغة الألمانية تستخدم نيشت وكاين، استخدم نيشت وكاين تنفي أي حاجة. فأنا بقول إيه؟ ما عنديش وقت، يبقى إيش هاب كاينت سايت، يبقى ناين. لا، ليه قلت ناين؟ عشان هو بيقول لي ما عنديش وقت. يبقى إمتى استخدم ناين؟ لو السؤال مثبت والإجابة منفية أقول ناين. بيست دو أحمد، اسمك أحمد، ناين، إيش بين نيشت أحمد، إيش بين رومي، أنا اسمي رومي. كومست دو أوس أليكس، أنت من اسكندرية، ناين، إيش بين أوس أسوان، أو ناين، ايش بنيش تاوس أليكس، انا مش من اسكندريه. يبقى من الاخر يا يعني نعم وناين يعني لا. طب دخ دي بقى معناها ايه؟ ده هي دي الحوار بتاع النهارده. مين دخ دي يا هير اللي معناها بلا؟ ده هي دي المصيبه السوداء بتاعت الدرس.
يا نايم دول ناس مسالمه وطيبين جدا. المصيبه في دخ، ركزوا معايا اشرح لكم دخ هنا، وامسكوا الورقه والقلم واكتبوا معايا الجمل دي. بقول لليزا ايه؟ يا ليزا كومست دو نيست نيت، انت مش جايه معايا، انا رايح السينما، انت بقى مش جايه معايا يا ليزا؟ قالت لي نقط الكومة ميت، انا جاي معاك. السؤال هنا ظهر فيه نفي. يا هير ظهر نفي، يعني السؤال ده منفي. منفي. طب انت عرفت منين منفي؟ لان احنا عندنا النفي دايما يا بكاين يا بنيشت. تمام، اسمع بقى القاعدة اللي اقولها لك. لو السؤال في الالماني منفي بكاين او نيشت، والإجابة ما فيهاش نفي فيها إثبات، في الحالة دي أنت بتجاوب بدخ اللي معناها بلا. أنت مش جاية معانا؟ بلا جاية. يبقى دخ في الألماني معناها بلا، وتجيب عن سؤال منفي وتثبت الإجابة. مش فاهمك هير، جملة تانية تفهمك. بقول لصاحبي هاست دو كاين أوتو، أنت ما معكش عربية؟ قال لي نقط ich habe، انا معايا بي ام في، ده انا معايا عربيه بي ام في. السؤال هنا في نفي، في نفي بكاين، حلو. ولما الاقي نفي بكاين والناحيه الثانيه ما فيش نفي في اثبات، استخدم مين؟ دخ اللي معناها بلا. يبقى متى تستخدم دخ اللي معناها بلا؟ لو سؤال منفي واجابه مثبته. هير واحدة تانية تأمرني يا عمر، مثلا بقول لك ايه؟ كاوفست دو كايني، انت مش هتشتري مثلا كايني فونونج شقة؟ قال له ايش هابي او ايش كاوفي، انا هشتري ايش كاوفي eine Wohnung، انا هشتري شقه ان مثلا روكسي فلوكسي. يبقى اذا السؤال فيه نفي، السؤال فيه نفي بس الاجابه بتثبت، يبقى انا هجيب مين؟ ضخ. كلنا دلوقتي ثبت في دماغنا لو السؤال منفي بنيست او كاين او كاين او كاين او اي حاجه، يعني السؤال منفي والاجابه مثبته تبقى ايه؟ ضخ. جه اللي عملوا امتحان السنه اللي فاتت، لا اللي قبلها تحديدا، امتحان تانية سنة والترم الأول، جابوا الجملة دي بيقولوا هاست دو كاينت سايت، أنت ما عندكش وقت؟ قال له إيش هاب كاين أربايت، أنا ما عنديش شغل. فقالوا الإجابة تبقى دخ. والله خدنا السؤال، أنا ما أعرفش اللي بيعملوا بنوك الأسئلة دول في الثانوية عامة، أنا على اليوتيوب وسامعيني يعني. أنا عايز يعني يروحوا يسألوا أساتذة الجامعة في كلية التربية والألسن قسم علمي، يروحوا يسألوا ايه الجملة دي؟ يا جماعة أنا بعت الجملة دي لكل أصحابنا اللي في ألمانيا وكل الدكاترة اللي في كلية التربية وألسن، قعدوا يضحكوا، قالوا أصلاً الجملة دي مش منطقية وما ينفعش تتجاوب. ليه؟ الجملة غلط أصلاً. إيه غلط؟ الجملة غلط. مفيش جملة بالمنظر ده. إيه أنت يعني معلش بقول له إيه؟ أنت ما عندكش وقت؟ يقول لي بلى أنا عندي شغل. إيه ده؟ يقول لك اصل السؤال منفي والاجابه مثبته باثبات معنوي، معنوي ايه ورسمي ايه ومش رسمي ايه؟ طالب ثانيه ثانوي معلوش العك اللي انتوا بتعكوه ده، ده احنا يعني الطالب ده اينس في هذه الجمل وهذه الاشكال من الجمل، ما ينفعش تيجي. عايز تلعب الطالب هوريك تلعبه ازاي، ومن جوه المنهج ومن جوه كتاب المدرسه وحاجات تقيس الطالب فاهم ولا لا، لكن الجمل اللي من النوع ده انا بشطب عليها بقول الطالب دي بره المنهج. هل تقدروا تجيبوا جمل زي دي في ثالثه ثانوي؟ لا، لكن يجيبوها في بتوع ثانيه ثانوي. فاصبح الحمد لله طبعا السنه اللي فاتت مفيش العك ده ما شفناهوش، واكيد السنه دي طبعا مش هنشوف العك، لان لو شفناه مش هنسكت احنا كمدرسين الماني، ده احنا هنعمل لكم فيديوهات ونفضحكم والله لو في اسئله بالمنظر ده. عيب. هات اسئله للطالب من واقع المنهج، هل هذه الاشياء موجوده في المنهج؟ لا يا فندم، بتجيبها ليه يا فندم؟ قيس الطالب في منهج، ايه من كتاب المدرسه يا فندم؟ انا وسهلا. اللي بعده هاست دو كاينت سايت، انت ما عندكش وقت. ناين ايش هاب كاينت سايت، لا ما عنديش وقت. ليه؟ عندي قاعدة بتقول لو السؤال منفي والإجابة منفية بس نفس الحاجة، يعني أنت ما عندكش وقت، لا ما عنديش وقت، تبقى ناين.
الدرس ده كله شغل وفيه ليه؟ ركز معايا في الجدول ده، عايزك تحفظه. مثبت مثبت يا، مثبت منفي ناين، منفي مثبت دخ. لو السؤال منفي والإجابة منفية تبقى ناين. الدرس ده ما بيثبتش إلا بالحل. الدرس ده ما بيثبتش إلا بالحل. يلا هاست دو جيش فيستا، عندك إخوات؟ قال لي إيش هابت سفاي جيش فيستا، ده أنا عندي اتنين. يبقى أيوة عندي إخوات، تبقى يا. يبقى الدرس ده يثبت بالحل والفهم والترجمة. تعال نترجم تاني. طيب هاست دو جيش فيستا، عندك إخوات؟ قال له إيش هابت كاينة، كاينة، أنا ما عنديش إخوات. يبقى ناين، لا ما عنديش إخوات. بص الفهم اللي بعد، هاست دو كاينة جيش فيستا، أنت ما عندكش إخوات؟ قال له انا عندي ثلاثة. السؤال منفي والاجابة مثبتة، تبقى دخ. اللي بعده، كنت فراو منى هويت، هي فراو منى جاية النهاردة؟ قال له الساعة 8. جاية بس الساعة 8، هي جاية بس 8، تبقى ها يا. مرة عملت في امتحان سؤال قلت للطلبة ايه، كنت فراو منى هويت، هي فراو منى جاية النهاردة؟ يا ولا ناين ولا دوخ ابا، لكن ام زكس هو الساعة 6، والله العيال كلها حلتها ناين. ليه؟ افتكروا ان ابر دي معناها لا مش جاية، لان مش كده بقول هي فراو منى جاية النهاردة، جاية بس الساعة كذا، ابر دي معناها لكن الساعة كذا، يعني معناها هي جاية بس جاية الساعة كذا. يبقى ما تتخضش من الجمل اللي زي دي، معناها هي جاية الساعة كذا. وكويس ان ضربتك على حاجه زي دي عشان لو جت. هابت ايه كاين هوبس، انت ما عندكش هوايات؟ ما عندكمش هوايات؟ سؤال منفي. قال له عندنا هوايات وكتير كمان. سؤال منفي واجابه مثبته، تبقى دخ. اللي بعده، جفلت ان داس هاوس، هو البيت عاجبكم؟ قال له يا سيست زوبر، ده بيت رائع جدا، ها ده بيت حلو قوي، عجبنا، تبقى يا. براوخس دو ديزس بوخ، انت محتاج هذا الكتاب؟ محتاج هذا الكتاب؟ قال له شتراوخس، انا محتاج الكتاب ده، تبقى يا. ايوه انا محتاج الكتاب. كاوفتر اين ان سوك، هو هيشتري بدله؟ قال له براوخت كاين ان سوك، هو مش محتاج بدله اصلا، مش عايز بدله اصلا، يبقى ناين مش عايز. كوخت زي جيرن، هي بتعرف تطبخ؟ قالوا داس است اير هوبي، دي هوايتها يا جدع، انت بتتكلم في ايه؟ تبقى يا. لازم تفهم الجمله، مش شرط اللي هنا يبقى هنا، عايز طالب بيفهم. زي ما اقول لك ايه، ايش بيلست دو او هاست دو، هاست دو مثلا اين اوتو، عندك عربيه؟ يا ايش هابي مرسيدس. طب بصوا جاي دي، ماخس دوش بات، انت بتمارس الرياضه؟ تقول يا ايش شبيلي فوسبال. مش شرط، مش شرط يبقى الجمله نفس الجمله. بص الجمله دي اهي اهي، ماخست دو سبات، بتلعب رياضه؟ يقول لي يا ايوه ايش شبيلي، انا بلعب فوسبال، كره قدم او تنس. طب يلا يلا حته ذكاء بقى، لو قلت لك ماكس دو كاينين سبات، انت ما بتلعبش رياضه؟ قال لي نقط الشبيلي فوسبال، انا بلعب كره قدم. سؤال منفي واجابه مثبته، تبقى دخ. سؤال منفي واجابه مثبته، تبقى دخ. اهو لو انت عايز درس، واحنا بنحل في طب النهارده على اونلاين، هنتظبط في المعنى اكتر. تعال الجمله اللي بعدها، شبيخشن زي جوت انجليش، انت بتتكلم الانجليزي حلو، جود يعني حلو، انت تتقن اللغه الانجليزيه؟ قال له ناين بيسشن، نور يعني فقط، ده ناين بيسشن على قدي. يبقى لا والله ده انا على قدي. الجمله الاخيره دي معلش، انا حابب اعمل عليها كذا مثال. تعالوا بقى، عايز اظبطكم في الحته بتاعت بتتكلم اللغه والكلام ده. بصوا الجمله دي، شبيخشست دو دويتش، انت بتتكلم دويتش؟ نقط نو فقط اين بيسيشن. بقول له ايه، انت بتتكلم الماني؟ قال لي بس مشي حالك على قدي. دي يعني ايه؟ يا ايوه بتكلمه بس على قدي. طب بص الجمله دي، شبيغيشست دو
جوت دويتش. انت الالباني بتاعك جوت حلو كده. قال لي نقط اين بيسشن. ده انا الالماني بتاعي يعني على قد مكسر. لا انا بقول لك ايه، انت بتتكلم الالماني جود حلو، الالماني بتاعك حلو قوي. تروح انت تقول لي ناين، لا والله كان على عيني، ده انا الالماني بتاعي اين بيسشن كده ماشي حالك. طيب لو قلت لك شبيغيشست دو دويتش، انت بتتكلم دويتش تقول لي نوع فقط انجليش. ده حوار بقى، افهم بقى مش تحفظ. انت بتتكلم دويتش، قلت له يا عم ده انجليزي بس، يبقى ناين، لا انا بتكلم ايه انجليزي. فهمتوني؟ طب بصوا دي شبيغيشست دو دويتش، انت بتتكلم دويتش، قلت له اوند اوخ وكمان انجلش. الله، لا ده حوار بقى، انت بتتكلم الماني وكمان انجليزي، تبقى يا. اذا الحل هنا عايز طالب فاهم مش حافظ كلمتين وخلاص. يا جدعان الجمل دي تتكتب، رجع الفيديو اكتب الجمل دي وذاكرها كويس، مش عايز تقال عليك ان انت كلاون وطالع مش متاسس. طب عايز مننا هاوس اوف جابن ايه؟ هتحفظوا لي الكلمات معنى واداء في صفحه فيون درايتسيش 34، وطبعا هنزل لك فيديو بنطق الكلمات، وطبعا الفيديو الاسبوع ده هتبقى الصفحه ثابته قدامك وبينطق الكلمات وانت ماشي معانا. مذاكره القواعد بذمه، تذاكر القواعد حلو قوي. نمسك الاسئله اللي في تب في الصفحات دي كلها نحلها. يلا يا رب تكونوا بخير وسعاده، ونكمل مع بعض الهاوس اوف جابن. تشوس ديا زيدن استن Westen, Sommer, Winter, Herbst, Frühling, Film, Schlüssel, Hund, Kugelschreiber, Reiseführer, Norden, Süden, Regen, Wind, Brief, Sport, Anzug, Schuh, Film, das Wetter, Grad, Fahrrad, Computerspiel, Buch, Geschäft, Schloss, Geld, Internet, Picknick, Handy, Eis, Hobby. Die Sonne, Temperatur, Reise, Speise, Freizeit, Disco, Welt, Fahrkarte, Karte, Tasche. جوتن ابن ده حبايبي الحلوين، تعالوا نحل مع بعض الهاوس اوف جابن اللي في تيب. افتح لي كتاب تيب صفحه 111. نبدا. صرف لي فيرب اسن مع دو تبقى ايست، صرف لي فيرب فاغن مع دو تبقى فيرست، صرف لي فيرب نيمن مع دو تبقى نيمس. الجمله رقم 4 ايش فاغي، انا مسافر ناخ بالين اوند. اوند دي معناها وانا كمان هعمل كذا. فمين يا ولاد يعني بيقول ايه وانا كمان اعمل كذا؟ فايش هنا تبقى عند اون. بص بص بص، انا مسافر برلين وانا هاخد معايا البادو هوزر، فيبقى نيمي عشان ايش.
طبعا هنا بعد جوز المفروض تبقى اينه بدل اينن، دي غلطه في الكتاب صححوها عادي، اي حد بيعمل اي حاجه ممكن يطلع له اخطاء، انا نفسي لو بعمل زي ما يبقى فيها اخطاء يعني. ايه الموضوع؟ صرف اسن مع دو تبقى ايست. اللي بعده فيا، احنا النهارده ناخ الى بون يبقى هنسافر تبقى فاغن. انت في مدينه كولن اصحاب، يبقى عندك اصحاب في كولن او هتقابل اصحابك في كولن تبقى تغيفست. بيلعب على المعنى هنا بقى، ارداس هندي يعني الموبايل ميت، يعني بمعنى صح هتاخد الموبايل معاك يبقى نيمت، ما هو مع ار. هنا بيلعب على المعنى انك تجيب الفيرب المناسب للمعنى. سايتونج يعني جريده، يبقى ليزن هتقرا الجريده. ماين اونكل عمي جان عينين كافيه قهوه، يبقى مش عايز قهوه. فاس مع دو تبقى مش تست. صرف ليزن مع برودر اخوك واخوك مفرد تبقى ليست اي اي. انا ومامتي يبقى احنا تبقى مشتن. دي كندر الاطفال جمع يبقوا شلافن، بيناموا في الكندر تسيما. بتعمل ايه في الفرايد سايت؟ قال له انا حاجه جيرني، يبقى انا ليزي جيرني، بحب القرايه. فوين الى اين، وصرف فارن مع دو تبقى فيغست بالاوملاوت. ايش تبقى نيمه بالايه. صرف مع ايفا، ايفا يعني زي هي، تبقى تغيفت بالاي. صرف شلافن مع داسكين بمفرد تبقى اس، تبقى شليفت بالاوملاوت. صرف شبغشن مع دو تبقى شبغشست. افتح لي صفحه 112 وصرف لي، لا مش صرف لي، اقرا الجمله. فاس نوت ايريتست، قال له بوخ كتاب لنجيب محفوظ، يبقى بتقرا ايه؟ يبقى لست. اللي بعده الاطفال جمع يبقى نيمن. كذا فيرب يبقى لازم اقرا المعنى. فان امتى؟ انت داين كوليجن اصحابك، قال له النهارده هتقابل اصحابك امتى، يبقى تغيب فيست. صرف فارن مع فاميليا، وفاميليا تعامل معامله ار واس وزي مفرد تبقى فات باوملاوت. صرف مشتن مع فيا، وفير تعامل معامله المفرد. اوعوا تنسوا ان تصريف مشتن خدناه قبل كده في اول درس، مشت دي مع ايش وار واس وزي واي حاجه مفرد، يعني فيا اسم شخص فاميليا. طب مع دو مش تست، مع اير انتم مش تت، مع فيا وزي وزي هتبقى مشتن. ده تصريف فيرب مشتن اللي معناه يريد، وبيرمي مصدر في الاخر، ممكن يجي من غير مصدر، يبقى مفرد زي ايه؟ فيا تبقى مشتا. اللي بعده فاس نوت اسم فرنزين، في ايه في التلفزيون النهارده؟ قال له برامج رياضيه، يبقى يوجد. اسجبت يعني يوجد. صرف جفالن مع شوي، شوي دي يعني فردتين جزمه، جمع تبقى جفالن. ايوه ما هو جفالن بيتصرف مع الشيء، مع الغير عاقل، مع الجزمه، الجزمه هي اللي عجبتنا. ان دي عجبتنا، عجبت حضرتك يعني. اللي بعده فير، ياتي بعدها الفعل مصرف مع ار واس وزي تبقى نيمت. حلو قوي الكلام. بيقول صرف فيرب نيمن مع فراو باور، فراو باور مسافره باريس وهي هتاخد بنتها معاها، يبقى نيمت. فاس ليزا وماركوس جمع يبقوا نيمن. نفايتر نفس الصفحة 112. نقط اير انتم بكرة رايحين اسوان، يبقى مسافرين تبقى فارت. تشولبونج اش مش، انا عايز اتكلم الماني كويس. ديس هلب لذلك، انا في لدويتش بشر كتب الماني ليزي بقراها. صرف نيمن مع ماين تانت خالتي مفرد، خالتي مفرد تبقى نيمت. صرف مشتن مع دو مشتست. صرف فيرب اسن مع دو ايست بالاي طبعا، رجع للتصريف. دي شولر، طالما قلت دي يبقوا جمع. دي شولر الطلاب تكست القطعه، يبقى بيقروها تبقى ليزن. انا رايح دلوقتي اندين كلوب النادي، وانا برضو تبقى نيمه، لان قلت دايما اوندي بقيش، وانا برضو هاخد معايا الروك زاك شنطه الضهر.
ار مع تريفن تبقى تغيفت الاولى. دي التر والدين رامي، والدين رامي دول جمع يبقوا مشتن عايزين. اصرف مع دو اون دي داينش فيستر، انت واختك يبقوا انتم، انت واختك تبقوا انتم اير، واير تبقى شلافت الاولى. صفحة 114. ماين موتر مامتي فاعل وفي كوخن قطعة جاتو أداتها دير تبقى دين أو دي. ليه؟ كوخن في اللغة الألمانية ممكن تبقى أداتها دير وممكن تبقى أداتها دي، وخدناها في سنة أولى ثانوي إن كوخن قطعة جاتو أداتها دي وأداتها دي. شلا تيميز أداته دي وأداته دي. ليرر مدرس أداته دي وأداته دي. بغوتشن كايزر أداته داس وأداته دي. سيمر حجرة أداتها داس وأداتها دي. يعني من الآخر فين ده كله موجود في الملزمة الأولى. أول ملزمة أنا أعمل لك فيها حاجات إن مفردة زي يا جماعة. كوخن قطعة جاتو تبقى دير، قطعة تبقى دي. فممكن آخد دير تبقى دين في الأكوزاتيف ودي تبقى دي. إيه الموضوع؟ يبقى ينفع لها حلين، يبقى السؤال ما ينفعش في الكتاب، المفروض يتلغي. اللي بعده الجملة ظهر فيها فاعل وظهر هاند بال أداتها دير، ماليش دعوة بهاند، لا دعوة بال أداتها دير، تبقى إيه إن؟ حلو قوي. ماليش دعوة بفاعل أو مفعول، بس كلمة فلاش معناها زجاجة وأداتها دي، تبقى أين فلاش؟ ما هي دي تبقى أين، مش هغيرها. أنا بغير دير بس. الجملة ظهر فيها فاعل وظهر كل شغانك تلاجة، ماليش دعوة بكول، أنا بلغي كول وشغانك دولاب أو تلاجة أداته دع. طب ودير تبقى إيه؟ إيه إن في الأكوزاتيف؟ إيه إن؟ جيت غنك مشروبات كلمة جمع، وأعتقد الجمع ما بيجيش قبله نكرة، ولا الجمع بيجي قبله قايم. تاني جيت غنك مشروب بقى جيت غنك مشروبات، لو تغيرت الكلمة عن شكلها الأصلي تصبح جمع، والجمع أداته دي ودي ملهاش ولا أين ولا أين ولا كاين، المفروض تبقى كاين، فأجيب صفر يعني أسيبها زي ما هي. فيبقى معنى الجملة أنا هاخد مشروبات والمواد الغذائية هاخدها معايا. اللي بعده في غاو أداتها دي هتفضل دي، ما بتتغيرش دي. هبش يعني جميلة. من أداته دير تبقى دين عشان مفعول، في فاعل ومفعول، وكنت يعني يعرف. بيقول أنا معرفش الراجل ده، تمام؟ كلمة تاشي ماليش دعوة بسبورت، عند تكوين كلمة من مقطعين ببص على المقطع التاني. تاشي أداتها دي هتفضل دي زي ما هي أو أين. راديو أداته داس هتفضل داس أو أين. زاتس جملة أداتها دير والجملة ظهر فيها فاعل هتبقى دين. يبقى الجملة التي يظهر بها فاعل ومفعول أداته دير هتبقى دين أو إيه إن، لكن الباقي مش هيتغير. حلو. بزوخت إير، يعني إير معناها أنتم هتزوروا عيلة كذا. أنتم فاعل. هتزوروا فاعل. العيلة دي مفعول. والمفعول يُسأل عنه بفين. تن تأمرني. إير معناها أنتم. أنتم هتزوروا عيلة فلان، انتم فاعل وهتزوروا فاعل، والعيلة دي مفعول، والمفعول العاقل يسأل عنه بفين. اللي بعده هي دي ايبونج ولا ايبونجن؟ ايبونجن يعني جمع، تبقى اداتها دي ودي لا تتغير. حلو قوي. الجملة ظهر فيها فاعل ايش وفعل متعدي ترينكن وكافيه قهوة وتي شاي، اداتهم دير ودير هتاخد ايه ان، تبقى اينن او كاينن. طب ليه خدنا كاينين؟ بقول له ايه؟ اشتغنك جيرن كافيه، انا بحب القهوه. اند دو انت؟ قال له ناين. ناين مش بحب القهوه، يبقى هنفي القهوه بكاينين. اللي بعده فاس هاس دو داباي، معاك ايه؟ قال له معايا فقد الموبايل. هندي اداته داس، وداس تبقى اين زي ما هي. حلو. بغوتشن يعني كايزر، والكايزر غير عاقل، هنسال عنه بفاس. إيش فاعل وبراوخن فعل عايز مفعول، وكوجل شرايبر معناها ألم، والألم أداته ديع ودير تبقى إيه إن أين، يبقى كوجل شرايبر دير كوجل شرايبر يعني ألم. أنتسوك بدلة أداتها دير والجملة ظهر فيها فاعل هتبقى إيه إن، تبقى أين. بص الجملة بص سهلة أوي، الجملة التي يظهر بها فاعل ومفعول أداته دير زي أنتسوك بدلة إيه إن على طول، مش بتفهمش أنا. حاضر حاضر، ثانية واحدة عليا. بيقول إيه؟
ايش انا هابي عندي، وبعد كده قال روكزاك شنطة ظهر، اداتها دير تبقى دين على طول. طب الجملة مكلكعة يا هيرو، انا بص الجملة معاك شنطة، لا الشنطة مش معايا بل معايا شنطة ظهر، يعني انا معايا شنطة ظهر، يعني الجملة فيها فاعل ومفعول. زندرني بل معايا كذا. حلوة اوي. جملة من مقطعين، ظهر فاعل بلكونة اداتها دير تبقى دين تبقى عينن، لكن التراسي اداته دي هتنزل عين زي ما هي، يبقى الاولى عين والتانية دي هتبقى عين. تراس تراس. اللي بعده حلو قوي. فو ايست، اين يكون المفتاح؟ هنا لا في فاعل ولا في مفعول، انا بسال اين يكون المفتاح؟ شلسل يعني مفتاح واداته دير، فهتنزل زي ما هي دير مش هتتغير. قال له ما اعرفش. اللي بعده فونونج، شقة أداتها دي هتنزل زي ما هي دي. كمبيوتر أداته دير، والجملة ظهر فيها فاعل فهتبقى بالإي إن، هتبقى كاينن. كولا أداتها دي هتبقى كاينن. ليه بيقولوا أنا مش بحب الكولا؟ عشان أونج زوند غير صحية. حلو. هير هنا يكون البريف الخطاب، أنا معاكم إن خطاب بريف أداته دي، تمام؟ بس بقول هنا يكون الخطاب، مفيش لا فاعل ولا مفعول، بل بالعكس ده الخطاب هو الفاعل، والفاعل اداته دير فتفضل زي ما هي دير او كاين، يبقى هنا لا يوجد خطاب. سايت وقت اداته دي فهتبقى كاينه. اللي بعده فغاد عجل اداتها داس، هتنزل داس زي ما هي. الجمله رقم 8 فاس كوستت، كم يتكلف رايز فيرر دليل السفر اللي اداته ديع؟ طب ده لما اداته ديع هو فاعل، انا بقول تكلفة الحاجة دي كام؟ لا في فاعل ولا في مفعول. بقول لك ما تكلفة البتاع ده؟ يبقى البتاع ده ايه؟ فاعل، يبقى دير زي ما هو ولا يتغير. اعمله دين لو مفعول. بقول هابن زي هير كمبيوتر شبيلة، عندكم كمبيوتر شبيلة، كمبيوتر شبيلة دي العاب كمبيوتر واداتها دي. داس شبيل لعبة، شبيلة العاب جمع، وينفى الجمع بكاينة، لا ما عندناش. ايست دو ايس، بتحبوا الايس كريم؟ قال له ناين. ايش اس نوع ايس؟ ما بنحبش الايس كريم اللي اداته داس، تبقى كاين. اللي بعده ايش فاعل فوسبال كرة قدم اداتها دير تبقى دين، تبقى شكرا دين. طبعا هنا هم كاتبينها كاين يعني فيها غلطة، المفروض تبقى دين فتصححها يعني. هاست دو، في دو في فاعل وفي برودر مفعول واداته دير تبقى دين، يبقى هاس دو اينن برودر، عندك اخ؟ قال له واخويا اسمه كذا. طب ليه ما ينفعش دين؟ اقول له عندك الاخ، ما ينفعش عندك اخ. الاخ الالف واللام هي دير ودين، لكن عندك اخ هي اين او اينن. يبقى تاني عندك اخ اين او اينن، لكن لو قلت دير او دين يبقى معناها الاخ. تليفون نمر، اي حاجه فيها نمر تبقى اداتها دي فتبقى دي زي ما هي. اللي بعده زوخس دو اينن فرنزير، انت بتدور على التلفزيون؟ قال له ناين. ايش براوخه دوخ، انا مش محتاج فرنزير على التلفزيون. طب ما الجمله فيها فاعل وفيها مفعول، ومفعول اداته دير، بس بقول انا مش محتاج التلفزيون، فانفيت كاينن، يبقى الحل كاينن والتانيه اينن. هيرد برضو يعني بوتاجاز، واداته دير تبقى دين او اينن. عن فرايتاج يوم الجمعة، أنا عندي من الساعة كذا للساعة كذا كورس. أنا عندي كورس، فالكورس ده مفعول فيبقى أينن، لأن الكورس أداته دير تبقى دين تبقى أينن. لموا بقى كل الأرتيكل بتاع كل الكلمات اللي قلتها في التمرين بتاع النهاردة، واحفظوا الكلمات دي بالأرتيكل كويس، دي كلمات المهمة بالأرتيكل. فار كارت ولا فار كارتن؟ كارتن، لو تغيرت الكلمة عن شكلها الأصلي تصبح جمع وأداتها دي. إيش بايس كارت، قائمة الطعام وأداتها دي تفضل دي. فيلم أداته دير وجاي في حالة المفعول يبقى دين، لأن الجملة فيها فاعل. عن تسوق بدلة، جاية في حالة المفعول ليه؟ في فيا، في فاعل أهو. يا ريت الفاعل ما جاش في الأول، مش شرط الفاعل يجي في الأول، الفاعل ممكن يجي في النص وممكن يجي في الأول وممكن يرميه في الآخر خالص. فتبقى فير هنا فاعل ومفعول أداته دير تبقى دين. حلو. ماين زون ابني، وبعد كده بقول نمت دي بشر، يعني
مين اللي خد الكتب؟ قال له ابني هو اللي خد الكتب، يعني ابني الفاعل، فسأل عنه بفير. مين اللي خد الكتب؟ قال له ابني اللي خد الكتب. طب عرفت منين يا هر؟ بذكاء كده، ان ابني ده هو الفاعل. حلو، بص تصريف نيمن. بقى نمت، يعني نيمن ده متصرف مع حد، الحد ده مفرد. يبقى مين اللي خد الكتاب؟ ابني. عارفين لو الكتب، مش هقول الكتب خدت ابني، استحالة، يعني مش بالعقل اقول الكتب خدت ابني، لا، هو ابني اللي خد الكتاب. والله لكتب ترجمتها، ابني اخذ الكتاب، يبقى ابني هو الفاعل مش الكتاب اللي خد ابني، ما ينفعش. اللي بعده، هابن زي داس هندي داباي، معاك موبايل؟ قال له ناين، لا معيش. رقم اتنين، هاست دو لان تاج بوخ، معاك المذكرات بتاعت التعليميه بتاعت مدرستك؟ مش معاك. مش معاك، يبقى سؤال منفي. قال له لا مش معايا، ونفي النفي ناين، يعني لو السؤال منفي والاجابه منفيه تبقى ناين لا. هابت اير دي هاوس اوف جابن نيش داباي، ما معكش الواجب؟ قال له ازاي، هير اهو الواجب. يبقى السؤال منفي والاجابه مثبته تبقى دخ. براوخز دو كاينه ياك، انت مش محتاج جاكيت؟ قال له ده الجو برد. ها، يبقى سؤال منفي واجابه مثبته تبقى دخ. ما بقول لك انت مش عايز جاكيت يا عم، ده الجو برد. لازم نفهم الجمل دي. كاوفز تو بعد عن تسوق، انت مش هتشتري مايو؟ قال لي دخ. حلفت مين قال له مش هشتري مايو؟ تاني، مش قلنا دخ معناها بلا، لازم سؤال هيكون منفي. فانا عايز انفي بعد عن تسوق، انفي اب كاين. ليه يا هير؟ الجمله التي يظهر بها فاعل ها ومفعول ان تسوق بدل اداتها دير تبقى كاينن. اللي بعده، هاست دو هايت كاين فرايت سايت، انت النهارده ما عندكش وقت فراغ؟ قال له دخ بلا، عندي وقت من كذا لكذا. سؤال منفي واجابه مثبته. زاج مال قول لي جفلت دير داس هندي نيش، انت مش عاجبك الموبايل ده؟ انا تقولش بالطبع جفلت اسنير، ده عاجبني جدا. سؤال منفي واجابه مثبته تبقى دخ. هاست دو دينش لوسل، معاك مفتاح؟ قال له هير است، المفتاح هو يا فندم. يبقى معايا مفتاح. است دي فاكارت اوف دمتيش، هي تذكره السفر على الترابيزه؟ قال له ضاع است زي نيش، مش موجوده على الترابيزه اصلا. يبقى ناين، لا مش موجوده، سرقت. مش تست دو ادفاس اسن، عايز تاكل حاجه؟ قال له اش بين زات، انا شبعان على اخري. يبقى مش عايز اكل تبقى ناين. اللي بعده، ايست دو جان فيش، انت عايز تاكل سمك؟ قالوا نيش، احبوش. يبقى ناين. هاست دو دين كوجا شرايبر هويد نيش داباي، ما معكش القلم النهارده؟ قالوا ار ايست اوف ديم فشرايبتش، ما هو على الترابيزه اهو قدامك. ما معكش قلم، ما هو على الترابيزه قدامك. يبقى سؤال منفي واجابه مثبته تبقى دخ. از دي فونونج تويا، هي الشقه دي غاليه؟ قالوا زي كاسة نور، دي بس 300 يورو بس. بس دي يعني ايه؟ معناها ان هي سعرها قليل. يبقى هي الشقة دي غالية؟ قالوا ناين، لا دي 300 يورو بس. اللي بعده، اس ان في هايت ابن هينشن، هتاكلوا النهارده يا جماعة فراخ؟ قال له حاجة كاين، مش عايزينها. يبقى ناين، لا مش عايزينها. كيندر يا اطفال، هابن فيردن كيزا نيش دباي، معكمش الجبنة؟ قالوا له هير بابا، اهي يا بابا الجبنه. سؤال منفي واجابه مثبته تبقى دخ. 16، مش تسدو عن فيرستشن، عايزين سجق؟ قال له نقعد جان، جرني دي يعني ماشي. عايزين يا ماما تبقى يا. هاسدو كاين هونجا، انت مش جعان؟ قال له ايش هابي هونجر، انا جعان. سؤال منفي اجابه مثبته تبقى دخ. هاست دو عيني كاتسيا، عندك قطه؟ قال لي للاسف لا دانيشت، ما عنديش قطه. يبقى ناين. اللي بعده، قمت داين ليغا نيشت، هو المدرس مش جاي؟ قال له ابر جاي بس الساعه كذا، كنت بقولها لكم في الشرح دي، انت مش جاي؟ ها ها، لا دخ بلا، للسؤال منفي والاجابه مثبته. انت مش جاي؟ بلا انا جاي بس هاجي الساعه كذا، اتاخر شويه يعني. اللي بعده، مش تسدو نوخ كافيه، عايز قهوة تاني؟ قال له ماشي. يبقى يا. ترينكس دو كاين ليمونادا، انت مش هتشرب ليمون؟
قال له دوخ بلع، عايز ليموناده. طبعا هي المفروض تبقى زي، لان ليموناده اداه تهديف فنعوض عنها بزي. كومس دو نيشت اوز دويتشلاند، انت مش من المانيا؟ قال له ازاي يا جدع، ده انا من برلين يا جدع. يبقى دوخ، لان السؤال منفي والاجابه مثبته. هابن زي كاين نشتفت، انت ما معكش قلم؟ قال له ش قلم في الشنطه. يبقى السؤال منفي واجابه مثبته، تبقى دوخ. هابن زي كاين كيندر، ما عندكش اطفال؟ قال له ازاي، عندي ولدين. يبقى دوخ. ليه؟ سؤال منفي واجابه مثبته. هاز دو كاين هوبي، ما عندكش هوايه؟ سؤال منفي واجابه مثبته، انا بعوم يا جدع وعندي هوايه. تبقى دوخ. بص، كل الاسئله منفيه والاجابات المثبته دوخ. جفلت ان ماين هاوس نيشت، انت مش عاجبك البيت ده؟ قال له ضخ بلا، جفالت، عاجبني يا جدع. هاست دو كاين اربايت، انت ما عندكش شغل؟ قال له ده انا عندي شغل كتير جدا. يبقى ضخ، لان سؤال منفي واجابه مثبته. بص هنا مثلا فراو نعيمه، اهو شايفين السؤال اهو اللي انا كنت بقول عليه، الست جابت نفس الكلام، ما عندكش شغل؟ بلا، ما عنديش شغل. كومس دو نيشت، انت مش جاي البارتي؟ لا انا جاي. تبقى ضخ. هاست دو داس فيرتو نيشت، ما معكش قاموس؟ قال له معايا. تبقى دوخ. كنت دنيا مورجيت سورشيلا، هي جايه بكره المدرسه؟ قال له زي است كرانك، دي عيانه يبقى مش جايه، يبقى معايا. ماخذ دو كان سبورت، مش هتعمل رياضه؟ قال له مش هعمل رياضه. ايه ده، انا بحب الجري. حد خد باله ما بتعملش رياضه؟ بلعب كره قدم، بلعب تنس، بلعب سباحه، بجري، لوفن، يعني اجيب اي رياضه. ist das dein Lehrer، هو ده مدرسك؟ قال له لا يا عم، ده عمي. nein. hast du kein Geld، انت معكش فلوس؟ تتكلم اذا معيش فلوس، انت معايا 200 جنيه يا جدع. يبقى دوخ، بلا. سؤال منفي اجابه مثبته، بلا. كنت فراو باوا هايت نيشت، هي مش جايه النهارده؟ قال له جايه بس الساعه كذا. سؤال منفي اجابه مثبته، دوخ. كاوفست دو، هتشتري هارد بوتاجاز. هارد بوتاجاز اداته دير، والجمله التي يظهر فيها فاعل ومفعول اداته دير، تاخد ان. اني ان؟ ده في دخ، بلا. يبقى السؤال منفي بكاينن. الله، شوف شوف بيخليك تعمل ايه، بتخليك تبص ان تجيب حاجه من حاجه، انك لما تشوف دخ تروح تنفي بكاين. هو ده اللي عايزه تقوله يعني. ايست سياتس 2 اور، الساعه 2؟ قال له الساعه فرت الفورت سفاي. لا، يبقى 9. لا مش الساعه كذا، ده لسه الا ربع. هابن زي كيندا، عندك اطفال؟ ناين، لا ده انا ليديش اعزب. هاز دو كاين جيشفستر، ما عندكش اخوات؟ قال له دوخ بلد، انا عندي اخ ولد. شبغشت اير تركيش، انت بتتكلم تركي؟ قال له انا على قد يا عم، هو عربي اللي بتكلمه. يبقى ناين، لا. داسيست نيشت داين برودر، ده مش اخوك اودر ولا ايه ده؟ قال له ناين، ايش هاب كاين بغوده، انا ما عنديش اخوات اصلا. يا رب تكونوا بخير يا حبايبي، خلصنا واجب كان طويل وصعب ورخم، ربنا معاكم واشوفكم بخير وسعادة في الحصة اللي بعدها. تشوس.